السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة معكم الفرسان، والنهاردة هعمل لكم سلطة لذيذة جدا، وهي سلطة الزبادي بالجزر. بيسموها هنا زبزيجي، أو إحنا بنسميها سلطة الزبادي. وهتكون معايا ترى وأنا بعملها. إحنا عندنا الأول المقادير، بنجيب جزرتين، بنبشر جزرة ونص، وبنجهز جزرة ونص كده عشان نزين الأطباق السلطة اللي إحنا هنعملها. معلقة صغيرة ملح، بنحتاج معلقتين كبار خل، بنحتاج فص ثوم مبشور ناعم، بنحتاج زبادي من دي، وممكن الزبادي العادية اللي في مصر بتتعمل، بس احنا بنقطع منها من الجنب كده ونصفي ميتها شوية، المية اللي هي بتنزل. بناخد منها من الزبادي بنحط 4 معالق كبار زي ما انتم شايفين كده. بعدين بنحط التوم بتاعنا، ممكن نحط التوم ممكن ما نحطش حسب اللي عاوزه حسب الطعم. وبنحط المعلقتين خل بتوعنا، بنحط الملح معلقة ملح صغيرة، وبنحط الجزر بتاعنا، حط 3 معالق زيت زيتون، زي ما انتم شايفين ان هي صفقة سهلة جدا وسريعة ولذة جدا، وبتتاكل بجميع انواع الاكلات. ما نخليهاش حامية، ما نحطش فيها فلفل، ما نحطش فيها شطة، لأن هي أصلا السلطة ديت معمولة إن هي تكون خفيفة. وممكن كمان التوم ما نحطوش فيها، لو إحنا عاوزين ما نحطش توم فيها ما نحطش. يا ريت السلطة اللذيذة السريعة دي تعجبكم، ويا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك معانا في القناة، وتدعمونا بلايك وشير لأصدقائكم وكده. عاوزين دعمكم معانا عشان نقدر نستمر وننزل لكم فيديوهات تانية إن شاء الله. وكده السلطة بتاعتنا جهزت زي ما انتم شايفين، حطها في طبق تقديم. طبعا بنساوي الطبق كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بنزينه. طبعا كل واحد وطريقته في التزيين بقى، وتفضلوا كده طبق السلطة بتاعتنا وبألف هنا.